لم ييأس أهالي المخطوفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية في القلمون من عقد العزم للقاء ذويهم رغم فشلهم السابق في تحقيق المراد، عاقدين الأمل على أحد المتواصلين مع التنظيم. توجهت 8 عائلات إلى الجرود العرسالية بعدما اجتازت الحدود اللبنانية عند 11، مع أن الجيش اللبناني كان يطلب منها دلائل على حياة ذويهم، الأمر الذي لم يحصل. فدخل الأهالي ومعهم شخصان من آل كرومبي وزعرور الجرد حاملين معهم بعض الأطعمة والحصص الغذائية. انقطعت الأخبار عن العائلات ليتبين بعد 3 ساعات أنها عادت أدراجها خائبة من دون مقابلة العسكريين. معلومات الأم تي في تفيد بأن نصائح عديدة وجهت إلى الأهالي بعدم الذهاب لأن الرحلة ستكون من دون جدوى، إلا أن محاولة إقناعهم كانت بلا جدوى. المعلومات الواردة من جرود القلمون تشير إلى أن الأهالي التقوا ممثلا عن تنظيم الدولة الإسلامية، لكنهم لم يفلحوا في الحصول على لقاء أبنائهم ولا حتى على ما يريح بالهم، من ناحية أن المخطوفين لا يزالون على قيد الحياة. وعلمت الأم تي في أن الأهالي وعدوا مجددا من أحد الوسطاء بالعمل على تأمين زيارة، إلا أنه طلب منهم أن يمتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية بهدف النجاح في المهمة. وقد حاولت الأم تي في حتى الساعة 6 من مساء الثلاثاء الاتصال بعائلات العسكريين، إلا أن خطوطهم جميعا كانت مقفلة.